من يرد الله بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا وإن من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. موضوع درس هذا اليوم المبارك السعيد جمالية التفقه في المذهب المالكي، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه الإمام البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشرقت بنوره الأرجاء وانقشعت به الظلماء واستقام أمر الدنيا والآخرة لجماله وجلاله، نحمده حمد الذاكرين لحسن آلائه اللاهجين بجمال نعمائه، والصلاة والسلام الدائمان على نبي الرحمة ومعلم الخير والحكمة الذي أودع الله تعالى فيه من أسرار الجمال وأنوار الكمال ما عبر الشاعر عن بعضه بقوله: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أما بعد، فإن زينة المجالس مجالس العلم، وهذا المجلس المبارك مجلس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، من أزكاها وأسناها وأشرفها وأشرقها، فهنيئا بها لأمير المؤمنين أدام الله عليه حفظه ورعايته، وجعل له بها لسان صدق في الآخرين، ومنارة للمعارف وعلوم الدين. مولاي، إن هذا الدرس الذي أشرف بتقديمه بين يديكم أدام الله عزكم محاولة لرفع بعض الأستار عن مكامن جمال التفقه ومعاقد أسراره ومشارق أنواره في المذهب المالكي، وذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث الشريف أخرجه الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب العلم من جامعه الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان، وأخرجه أيضا في كتاب الخمس وكتاب الاعتصام. والحديث يا مولاي مركب من ثلاثة أطراف: الطرف الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين،
أن يعلمه قواعد الإسلام وفروعه، وتنكير لفظة خير فيه للتعظيم والتعميم. الطرف الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي، أي إنما أنا قاسم بينكم ما رزقكم الله وأعطاكم إياه من المغانم وغيرها، فالمال مال الله والإنسان مستخلف فيه عنه سبحانه. الطرف الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي أمر الله. والمراد بالأمة طائفة منها كما ورد في بعض روايات الحديث، وهم أهل الخير من العلماء والأمراء وغيرهم من صالح المؤمنين الذين يستمر بهم قيام أمر الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. وهذا من قبيل إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وهو معجزة من معجزاته الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دلالة على أنه لا يخلو زمان من مجتهد، كما فيه دلالة على حجية الإجماع. والحديث يا مولاي يرشح بالبلاغة النبوية وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وبين أطرافه الثلاثة تناسب قوي، فالتفقه في الدين يعصم صاحبه من طلب ما ليس له، ويبصره بأن المال مال الله يعطيه من يشاء. واستمرار التفقه في الدين في الأمة يعصمها من الإجماع على الضلال، ويضمن لها استمرار القيام بأمر الله تعالى إلى قيام الساعة. وإذا وقفنا على طرفه الأول، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وجدناه مفعما بالأحكام الشرعية والقيم التربوية، منها أن التفقه في الدين يورث الخير ويحمل على الصلاح والاستقامة، ويجر إلى السلم والأمن النفسي والاجتماعي، لأن دين الله كله عدل ورحمة، فمن تفقه فيه أخذ بحظ وافر من قيمه وأخلاقه ومكارمه، وناله من خيره ورحمته ما يجعله من عباد الله الصالحين المصلحين. ومن آيات ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وفي ذلك دلالة على فضل التفقه في الدين الذي هو في حقيقته تفقه في منابع الخير وأصول الهداية الربانية، وتبصر بمعاقد الفضائل والمكارم والقيم العالية الهادية إلى التي هي أقوم وأرشد في الحال والمآل. ولأجل ذلك جعل الله تعالى الحد الأدنى من التفقه في الدين واجبا عينيا على المكلفين. يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ومسلمة. والمراد بالعلم هنا علم أحكام الشرع. وحديث الدرس دال على وجوب التفقه في الدين، لأنه هو السبيل إلى الخيرية. وهذا الوجوب على مرتبتين: أولاهما الوجوب العيني، وهو الضروري من الدين الذي لا يكون المسلم مسلما إلا به، وثانيتهما الوجوب الكفائي، وهو ما زاد على ذلك حتى يكون للأمة علماؤها الأكفاء الأقوياء الأمناء الذين ترجع إليهم في أمور دينها. ويلزم من وجوب التفقه في الدين وجوب التفقيه فيه، لأنه لا تفقه بغير تفقيه، ولا تعلم بغير تعليم، وتحقيق ذلك واجب كفائي أيضا، لا تبرأ الذمة إلا بحصول الكفاية منه للأمة. والتفقيه في الدين وتعليم الناس الخير وتزكية أنفسهم بذلك مقصد من مقاصد البعثة المحمدية، فقد قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد آثر الله تعالى جيل الصحابة بالتلقي المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمهم بنفسه وزكاهم بالقرآن وبناهم بهديه ومنهاجه، حتى خرجهم للعالم خير أمة أخرجت للناس. ثم نقل عنهم هذا العلم وورث عنهم هذا الخير جيل التابعين، فرعوه حق رعايته وأحسنوا الاستخلاف فيه، ثم نقله عنهم تابعوهم وتبعوا أتباعهم إلى أن آل هذا الإرث النبوي الراشد إلى جيل الأئمة الأثبات الذين استوعبوه وفقهوه وعقلوه، ثم قعدوه وأصلوه وأحسنوا تنزيله على واقع الحياة، وأرسوا أسسه وأركانه وبيّنوها بيانا شرعيا بليغا، حتى صارت لهم أصول يفهم في ضوئها الكتاب والسنة، وقواعد تستنبط منهما الأحكام الشرعية، وقواعد تستنبط بها منهما الأحكام الشرعية، وضوابط يسير بها على هديهما الاجتهاد واستيعاب ما جد من شؤون الحياة ونظمها. وكان على رأس هؤلاء المجتهدين الراسخين الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، الذي آلت إليه إمامة الفقه والاجتهاد في زمانه، وانتقل إليه علم المدينة وإرث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أمور الدين والدنيا. فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة على المحجة البيضاء، وترك المدينة المنورة على وضع راشد قائم على هدى من الله تعالى بما أسسه فيه بسيرته وعمله وقوله وفعله وإقراره من أمر الدين. فسار الناس من بعده على هذا الهدي الراشد مستنيرين بما تركهم عليه من الوضع المهدي والحال المرضي، وأورث ذلك سابقهم للاحقهم وسلفهم لخلفهم، حتى آلت حصيلة ذلك إلى الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فاستوعبها ووعاها وأعمل فقهه واجتهاده في ضوئها، وبنى أصول فقهه على أساسها، فكان بذلك وارث آثار النبوة وعلم الصحابة ومن أخذ عنهم من جلة التابعين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين. وقد شهد له بذلك جمهور السلف من هذه الأمة، نجتزئ من ذلك بشهادة تلميذه الإمام الشافعي الذي قال فيه: مالك أستاذي وعنه أخذت العلم، وما أحد أمن علي من مالك، وجعلت مالكا حجة بيني وبين الله. وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. وإلى جانب إمامته في الفقه والاجتهاد، فقد كان إماما في أخلاقه وشمائله، قدوة للعلماء وأسوة للفقهاء، وقد شهد له الأثبات من أهل العلم بالاستقامة والصلاح وعمق العبادة وشدة الخوف من الله تعالى، نجتزئ من ذلك بشهادة ابن وهب الذي قال فيه: ما رأت عيني قط أورع من مالك بن أنس. وإذن فقد جمع الإمام مالك بين الرسوخ في العلم والعمل والفقه والورع والاجتهاد والتقوى، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولأجل ذلك يا مولاي أحبه أهل المغرب وتعلقوا به وشدوا الرحلة إليه طلبا للاستقاء من ينبوع علمه وشمائله، ثم أقبلوا على مذهبه إقبالا، واتخذوه لأمور دينهم مثالا ومنوالا، وعكفوا عليه قرونا وأجيالا، فتوحد به صفهم واجتمع عليه شملهم وانتظم به عقدهم وثبت به استقرارهم الاجتماعي، وشمخ على أصوله وقواعده بناؤهم الحضاري. ويرجع ذلك فيما يرجع إلى جماليته المتجلية في عمق منهجه ودقة مسلكه وجمعه بين العلم والعمل والفقه والورع وتضمنه عناصر الوحدة ومادة الاستقرار والبناء،
واتصافه بسعة أصوله وعمقها، وشمولية قواعده ودقتها، واحتوائه على عناصر التجدد والتوسط والاعتدال وغير ذلك من صفاته التي تفيض جمالا، وسماته التي تنساب بهاء ورواء، بحيث تجعله أهلا ليكون جامعا موحدا، وبانيا مشيدا، وباعثا على الاستقرار والازدهار. إن هذه الجمالية يا مولاي يتدفق زلالها وينساب سلسلها من معين هذا المذهب الرقراق ومنهله الفياض ومورده العذب الصافي، وينفلق نورها من نجوم أصوله وقواعده وكلياته، ويسطع سناؤها من سرج صفاته وسماته التي ترشح بما فيها من الاستيعاب والجامعية والمرونة والتجدد. وسوف نقف لبيان بعض هذه السمات الجميلة على صفتي التجدد والتوسط. أما التجدد يا مولاي فأعني به أن المذهب المالكي قادر بأصوله وقواعده وفقه تنزيله على استيعاب التطورات ومواكبة المستجدات وضبطها بالحكم الشرعي بناء على ما هي عليه من السعة والعمق والمرونة والتجرد عن الزمان والمكان والأعيان، فهي كما صلح إعمالها فيما مضى من الحوادث صالحة لأن تعمل في نظائرها مما جد من الوقائع، وأن أحكامها الكلية كما نزلت على جزئياتها السابقة صالحة لأن تنزل على أشباهها من الجزئيات اللاحقة. واستمداد صفة التجدد مادتها مما ذكر من السعة والعمق والمرونة والتجرد حاصل من جهتي التاصيل والتنزيل معا. أما من جهة التاصيل فواضح من طبيعة الاستدلال ولا سيما بالأصول العقلية الاجتهادية، ومما اشتهر به المذهب المالكي في ذلك الاستصلاح ومراعاة العرف ومراعاة المقاصد ومراعاة الخلاف. أولا الاستصلاح، وهو بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة أي المطلقة عن الاعتبار وعدمه، وذلك أن المصالح منها ما هو معتبر شرعا وهو جلب المنافع للخلق ودرء المفاسد عنهم، ومنها ما ليس بمعتبر، ومنها ما هو مسكوت عنه وهو المطلق المرسل. وبناء الأحكام على المصالح المرسلة مأتاه النظر في ذلك بناء على العلم بمقاصد الشرع وتحقيق مناطات الاعتبار والإلغاء، فيتم في ضوء ذلك إلحاق المصلحة المسكوت عنها بالمعتبرة أو الملغاة، وهذا ضرب من القياس لكنه قياس واسع كبير، أو هو قياس المصلحة كما عبر به بعض الفقهاء كابن رشد الحفيد المالكي. ومن أمثلة ذلك يا مولاي قبول شهادة الصبيان في القتل والجراح بينهم إذا لم يتفرقوا ولم يخالطهم كبير. ثانيا مراعاة العرف، وهو بناء الحكم على وفق ما جرى به العرف والعادة عند الناس إذا كان ذلك لا يخالف الشرع. ومراعاة العرف ضرب من الاستصلاح، لأن من مصلحة الناس أن تراعى أعرافهم وعاداتهم ويحتكم إليها في الفصل بينهم. ومن قواعد الفقهاء أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة. وبناء الأحكام على مراعاة العرف يدل على اهتمام المذهب المالكي بفقه الواقع ومعرفة ما استقر فيه للناس من عادات وأعراف، وذلك مظهر من مظاهر السعة والتجدد فيه. ثالثا مراعاة المقاصد، ومقاصد الشرع الكلية هي المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، والضرورية هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وما سواها من الحاجية والتحسينية فخادم لها ودائر في فلكها، وهذه المقاصد مرعية في الأحكام الشرعية، وما من حكم شرعي إلا ومنوط به مقصد شرعي علمه من علمه وجهله من جهله. والعلم بهذه المقاصد يوسع أفق الفقيه ويمكنه من أن يضع الحكم الشرعي في محله ويورده في مورده،
لأن معرفة مقصد الحكم كمعرفة سر صناعة الشيء. قال الإمام الشاطبي يقرر ذلك في معرض كلامه عن أهلية المجتهد: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. ثم قال بعد ذلك: فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. ويدخل في مقاصد الشرع مراعاة مقاصد المكلف، كما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ذلك ما لم يكن قصد المكلف مناقضا لقصد الشارع ومعارضا له، فإذا كان كذلك بطل قصد المكلف ووجب المصير إلى قصد الشارع. ومن قواعد المذهب المالكي في ذلك قول علمائه: من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، كقتل الموروث أو الموصي عمدا وقصدا، فإنه مانع من الإرث والوصية. ولا يخفى يا مولاي ما لهذا الفقه المقاصدي الجميل من أثر عظيم على من اختلت رؤيته وفسدت نيته بحجزه عن مثل هذه التصرفات. وفي ذلك تحقيق لسلامة الفرد والمجتمع، وضمان لسير حياتهما في ظل أنوار الشريعة وإشراقة أحكامها. رابعا، مراعاة الخلاف، وهي إعمال المجتهد دليل مخالفه في لازم مدلوله الذي أعمل في عكسه دليلا آخر، كزواج الشغار الذي هو مقابلة البضع بالبضع، كأن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أخته أيضا، فهذا الزواج غير جائز في نسق المذهب. لكن إذا مات أحد الزوجين وثبت أن زواجهما كان شغارا فإنهما يتوارثان مراعاة للخلاف. ومثل ذلك كل عقد فاسد في المذهب صحيح في غيره، فإنه لا يعامل معاملة المتفق على فساده مراعاة للخلاف. وفي ذلك إعمال لدليل المخالف، وتفتح على رأيه واجتهاده، وتكامل مع فقهه، وضمان لمصالح العباد. وهذا مظهر من مظاهر السعة والمرونة في الفقه المالكي. هذه يا مولاي نماذج من الأصول الشرعية العقلية في المذهب المالكي، تنبئ عما هي عليه من السعة والمرونة، وترشح بمادة التجدد والمواكبة. وحتى الأصول النقلية لا تخلو من ذلك، فالاستنباط منها عند المالكية من مراتبه دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، ومفهوم الخطاب وهو دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، وتنبيه الخطاب وهو دلالة الإيماء. واعتماد هذه الأنواع ونظائرها من الدلالات في فهم النصوص الشرعية مظهر من مظاهر سعة الاستدلال وعمق الاستنباط، وفي ذلك ما فيه من جمال التجدد ورونق التحديث والمواكبة، لأنه استنطاق لما وراء السطور في النصوص الشرعية، واستلهام بالملفوظ لاستكشاف كنوز الملحوظ. هذه جمالية التجدد على مستوى التأصيل يا مولاي، أما على مستوى التنزيل والتطبيق فهي ملحوظة بشكل قوي في المسائل الفروعية، نمثل لها بمسألتين من مسائل العقد حينما ينشأ بين طرفين في المعاوضات: أولاهما صيغة العقد، والثانية مجلسه. أما صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول، فالجمالية فيها تتألق في انبنائها على اعتبار كل ما يدل على التراضي، وتتلألأ في انعكاساتها الحميدة على الناس وتأسيس علاقاتهم الاجتماعية بما فيها عقودهم على الحرية المنضبطة بالشرع. فصيغة العقد عند المالكية من السعة والتجرد، بحيث تشمل كل ما يدل على الرغبة في إنشاء العقد، مما يعبر به عن الرضا بالعقد وقبول الالتزام به
وتحمل تبعاته وآثاره، فيدخل في ذلك القول والكتابة والإشارة المفهمة والمعاطاة، وهي حصول التملك والتمليك في البيع بالفعل دون القول. وقد ذكر القرافي توسع المالكية في صيغة عقد البيع، ونقل عن الإمام مالك قوله في ذلك: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع. وجاء في مختصر خليل قوله: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاه. وبهذا يتأكد أن المذهب المالكي قادر على استيعاب ما جد في الواقع المعاصر من أساليب التعاقد ما لم تنافي الشرع. وأما مجلس العقد فهو عند المالكية ما يجمع العاقدين من إقبالهما على موضوع العقد وصرفهما الوقت في المذاكرة فيه دون غيره، فوحدة الموضوع والزمان هي أساس تكوين مجلس العقد دون تقييده بوحدة المكان كما عند غيرهم. قال الحطاب المالكي يقرر ذلك في شرحه على مختصر خليل، والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه البيع اتفاقا، وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقا، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كان فيه حتى لا يكون جوابه جوابا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع. ويشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد. فواضح في هذا الكلام أن وحدة الزمن ووحدة الموضوع عنصران أساسيان في تكوين مجلس العقد، وهذا أمر يجعل الفقه المالكي أقدر على استيعاب التطورات المعاصرة في مجال العقود ومواكبة الأساليب الحديثة في التعاقد بين الناس. وفي هذا ما فيه من جمال التجدد وحسن الاستيعاب تأصيلا وتنزيلا وتقعيدا وتفريعا. أما سمة التوسط يا مولاي فجماليتها تبدو مشرقة وضاءة من مشكات الفقه المالكي، من جهة أنه قائم في مضامينه ونسقه على التوسط والاعتدال والتوازن والتكامل، فلا إفراط ولا تفريط ولا إسراف ولا إجحاف ولا ضرر ولا ضرار. العقل فيه مهتد بالنقل، والرأي مطيع للشرع متناغم مع نصوصه، آخذ من معينها ومقتبس من أنوارها. وجمالية هذا كله يا مولاي معلومة من المذهب بالتتبع والاستقراء، حاصلة في أصوله الكلية وحاضرة في فروعه الجزئية. أما الأصول الكلية فتكفي الإشارة فيها إلى أن المذهب المالكي قائم في كليته على التوازن الجميل بين الأخذ بالشدة فيما يناسبها من عقاب المجرمين والضرب على أيدي الجناة والمفسدين وكف أذى الظالمين والمعتدين وغير ذلك مما يدخل في حفظ الدين والأنفس، وبين الأخذ بالتيسير والتخفيف فيما يناسبه من قضايا العادات والمعاملات. وإذا كان جزء من الأحكام قد بني في المذهب المالكي على الاحتياط الشرعي وسد الذرائع وفتحها لمصالح العباد وجلب الخير لهم، فإن أحكاما أخرى قد بنيت فيه على الاستصلاح ومراعاة العرف ومراعاة الخلاف ونحو ذلك. فالتوسط والاعتدال والتوازن ملحوظ في نسق المذهب ومنظومته العامة وبنائه الكلي. وأما الفروع الجزئية يا مولاي فتكفي الإشارة فيها أيضا إلى ما هو ملحوظ في المذهب من توسطه الرائق في كثير من المسائل بين مذهبين متقابلين، كتوسطه في الأمر بالحج بين من قال بأنه على الفور ومن قال بأنه على التراخي، حيث ذهب في ذلك إلى بنائه عليهما معا، فيكون على التراخي قبل 60 من العمر ويكون على الفور بعدها. وكتوسطه في توقيت خيار الشرط، وهو أن يعقد البيع مع اشتراط التروي للاختبار والمشورة، فقد دار توقيته بين توقيته بثلاثة أيام، ومن أطلقه ولم يحدده بمدة. وفي المذهب المالكي يختلف توقيته باختلاف طبيعة المبيع، فلكل مبيع ما يناسبه من الوقت ويكفيه في العرف،
فمدة الخيار في الطعام مثلا أقصاها يوم، وفي العروض 3 أيام، وفي العقار 1 شهر. وكتوسطه في لزوم الهبة بين من لم يشترط فيها الحيازة ومن جعلها شرط صحة، أي لا تلزم ولا تصح إلا بها، حيث توسط المذهب المالكي بين ذلك واعتبر الحيازة شرط كمال فقط، بحيث على الموهوب له أن يحوز الهبة في حياة الواهب، فإذا تراخى حتى مات الواهب بطلت الهبة. هذا يا مولاي بعض ما يجلي جمالية التفقه في المذهب المالكي ويكشف عن جدارته وقوته العلمية والتربوية، مما جعل المغرب يعيش في ظله هذه القرون كلها ويستقر في كنفه استقرارا لا اضطراب فيه ولا تردد ولا تلجلج. ولا أذل على ذلك من أنه حينما أمر في حقبة زمان الموحدين بحرق كتبه الفروعية وحمل الناس على ظاهر النصوص الشرعية لم يصادف ذلك قبولا من علماء المغرب وعامتهم، ولئن أحرق فعلا بعض الكتب فقد بقي محتواها محفوظا في صدور العلماء وظلت حصيلتها الموروثة مصونة عند الفقهاء. فلما زالت الفتنة وانتهت المحنة عاد العلماء إلى إذكاء ما خمد وإصلاح ما فسد، وهكذا ظل المذهب المالكي هو مذهب المغاربة حكاما ورعية يلتزمون به معا على السوية، حتى صار من ثوابت المغرب الحضارية ومقوماته الفكرية والثقافية. وإن مما يتوجه للأنظار ويذكي جماليته للبصائر والأبصار ما تقر به العين وتسكن له النفس من جهود أمير المؤمنين أدام الله عزه في حفظ هذا المذهب ورعايته والدفع به إلى المرتقى الصاعد والقمة السامقة. وفي الختام يا مولاي أتوجه إلى الله تعالى سائلا قائلا: يا رافع السماء أعلى صعدا من غير أن يجعل فيها عمدا، يا ربي إني أرتجيك منشدا مبتهلا وداعيا مستنجدا، احفظ أمير المؤمنين المفتدى محمد السادس أزكى محتدى، سبط النبي المصطفى من قد غدا مفخرات المغرب غيثا أجودا، وارفع به القرآن شأوا أبعدا واحفظ به السنة آنا وغدا، واجعله للمستنصرين مددا وللسلام سببا ووتدا، واجعله للمستضعفين منجدا وانصر به المظلوم والمشردا، واجعله للملهوف دوما سندا ولليتامى ملجأ وموردا وللفقير ساعدا وعضدا وللتضامن مثالا أوحدا، واجعله للعلم ملاذا أنجدا، واجعله للعلم ملاذا أنجدا والعلماء كنفا موطدا، واحفظ به مذهبنا المسددا المالكي المرتضى المرشدا، فهو الذي بفضله توحدا مغربنا الأقصى قرونا عددا، وكان قبل شيعا وقددا فصار صفا واحدا مجندا، قد وطأ الدين به ومهدا ودون الأحكام أن تعتمدا، حتى بنى حضرة وشيدا بالعلم مجدا شامخا وسؤددا، فارفع به اللهم هذا البلد منارة بها يرى ويهتدى، وانصر إمامنا الهمام الأمجدا واجعله للدين به مؤيدا، واحفظه ربي جميعا موحدا مؤاخيا ومصلحا مجددا، واحفظ ولي عهده الممجدا الحسن الذي أنار البلدا، وصنوه الرشيد زده رشدا واشدد به أزره دوما أبدا، وارحم فقيد المغرب المنجدا الحسن الثاني المليك الأصيدا، وابعث لروحه السلام سرمدا واجزيه خير ما جزيت سيدا، وارحم أباه البني الموطدا البطل ابن يوسف المخلدا، وارحم جميع المسلمين أبدا المؤمنين ولدا وولدا وولدا، وحي كل بطل تجندا لخدمة الدين وصان البلدا، وحي كل بطل تجندا
لخدمة الدين وصان البلد، مدمت العباد فيه سجدا، وصدح الطير به وغردا. والختم من حلية هذا المنتدى إمامنا سبط النبي أحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.